اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده ببرنامجكم اطفال، ولكن النهارده هنتكلم عن موضوع مهم بجد، موضوع ما بناخدش بالنا منه، بنخلي ولادنا يتحملوا اكتر من طاقتهم وما بناخدش بالنا. هنتكلم عن المسؤوليه اللي بنحملها لاولادنا ومش عارفين ان هم اطفال. اطفال مفروض حقهم في المجتمع انهم يلعبوا ويفرحوا ويتبسطوا، هم ده حقهم علينا، لكن احنا ما بنعملش كده. بنشوف ابهات وامهات كتير ونماذج كتير من الاطفال بيتعرضوا لعنف وقهر ومسؤوليه فوق طاقتهم. عشان كده كان لازم الموضوع ده يستوقفني ولازم اتكلم فيه مع حضراتكم. عشان كده النهاردة عايزة اقول لحضراتكم ان شفنا نماذج كتير من الاطفال دي، شفنا طفل بقى مسؤول انه يسوق مترو الانفاق، وشفنا طفل تاني بيسوق توك توك، وشفنا امثلة كتير جدا. عشان كده كان لازم النهاردة اقول لكم الموضوع ازاي وصلنا لده واحنا مش فاهمين ان احنا بنأذي ولادنا بجد. دلوقتي معانا طفل محمد سواق توك توك، بيسوق التوك توك ومعاه اكتر من 1,000,000 حد كل يوم بيركبه وبيسوق بيهم وبيتحمل مسؤوليتهم. للاسف محمد ظروفه اضطرته انه يشتغل سواق توك توك. تعالوا نشوف محمد ايه اللي خلاه يشتغل سواق توك توك وبيكسب كام في اليوم، الحاجه اللي تخليه ينزل كل يوم ويشتغل سواق توك توك. يلا نشوف محمد ونرجع نكمل كلامنا. داخل توك توك في حي الهرم، طفل لم يتجاوز ال 13 من عمره. دلوقتي انا في توك توك بتاعه اللي هو بيشتغل عليه. تعالوا نشوف قصه محمد ايه وقصه التوك توك معاه ايه. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك كام؟ 13. قولي يا محمد بقالك قد ايه شغال سواق توك توك؟ 3 شهور. شهرين. 3 شهور. شهرين. يعني انت لسه جديد في المهنه. طب قولي يا محمد بقى ايه اللي خلاك اصلا يجي لك الفكره انك تشتغل سواق توك توك؟ لا يعني اكيد في اسباب، الظروف. مين اللي اداك الفكره اصلا؟ كان صحابي كلهم كانوا بيشتغلوا على توك توك. اللي بابا عادي 60 70. 60 70 ده بتوعك لوحدك بعد ما بتكون حطيت البنزين وكل حاجه. طب انت دلوقتي يا محمد اكيد شفت كل اصحابك اللي في سنك ما بيشتغلوش، صح؟ ده الطبيعي. او بياخدوا اجازه، في الاجازه بيروحوا في اماكن. انت ليه جالك فكره انك عايز تشتغل ليه وانت في السن ده؟ مع كل اصحابي كانوا قدي وجابوا لهم توك توك واشتغلوا عليه. يعني انت جايب التوك توك عشان يبقى معاك فلوس؟ لا مش عشان يبقى معايا فلوس، انا عادي بابا وماما بيدوني فلوس. امال ليه جبته؟ عادي كل اصحابي بيشتغلوا. طب انت جبت فلوسه منين؟ مين اللي جاب لك التوك توك؟ بابا وماما. يعني هم كانوا رافضين بس بعد كده جابوه لك بفلوس تانية؟ وبتديهم بقى فلوس حق ما ادوه لك؟ بديهم. تديهم؟ طب انت ناوي بقى لما تكبر تبقى عايز تبقى ايه؟ يعني في هدف حاطه قصادك ولا انت خلاص كده الموضوع ان التوك توك بيكسب وانا ما بجيب فلوس كل يوم ومش عايز حاجه تاني؟ لا عايز اشتغل عادي. عايز ايه؟ عايز اي حاجه، اشتغل اي حاجه بس لما اكبر بقى. يعني ما فيش، انت بتدرس دلوقتي مش عايز تطلع حاجه معينه لما تكبر؟ دكتور. دكتور؟ ان شاء الله تبقى دكتور يا حبيبي.